والنهارده في محافظه سوهاج هيتم اطلاق فعاليات الدوره الاولى من مهرجان ابيدوس للموسيقى والغناء، واللي بيتم تنظيمه برعايه دار الاوبرا المصريه ضمن خطه وصول العداله الثقافيه لكل محافظات الجمهوريه. خلونا نعرف اكتر تفاصيل عن هذا المهرجان. معانا على التليفون دكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصريه. صباح الخير عليك يا دكتور، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. وعايزه يعني اعرف من حضرتك اكتر عن فعاليات مهرجان ابيدوس في سوهاج، وازاي تم الاتفاق مع المحافظه لتنظيم هذا المهرجان وتحقيق مساله العداله الثقافيه. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى كل مشاهدين حضرتك، وان شاء الله يوم سعيد على مصر كلها باذن الله. احنا طبعا مهرجان ابيدوس هو تعاون بين وزاره الثقافه ووزاره السياحه والاثار ما بين الدكتور انس عبدام والدكتور خالد العناني، وطبعا بتشارك فيه محافظة سوهاج. المهرجان يقام لأول مرة في معبد أبيدوس، المعبد الرائع صراحة، يعني معبد غاية في الجمال. يعني المهرجان 3 ليالي يبتدي النهاردة والجمعة والسبت، بيقدموه 3 نجوم كبار جدا من نجوم الفن. النهاردة إن شاء الله الفنان الكبير هشام عباس، بكرة الفنان علي الحجار، بعد بكرة الفنان مدحت صالح، ومعاه الفنان عمرو سليم. المهرجان بصراحه دي اول مره تقام فيه، واحنا استعدنا ليه بقى لنا اسبوع بنجهز في المسرح وبنجهز في الاضاءه والديكور بشكل عام، يعني المسرح بشكل عام في مدخل المعبد. وان شاء الله يبقى يوم جميل ومهرجان جميل ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور مجدي، انا عايز اسال حضرتك عن سر التوجه ناحيه الصعيد. يعني احنا كنا الاسبوع اللي فات حضرتك كنت في مداخله معانا بنتكلم عن مهرجان دندره في قنا وفي نسخته الثانيه، النهارده بنتكلم عن مهرجان جديد، مهرجان ابيدوس في سوهاج. احنا بصراحه ده كان حصل اجتماعات بيننا وبين وزاره السياحه والاثار، وتم الاتفاق على المهرجانين دولت من فتره، وان شاء الله بعد رمضان هيبقى في الاتجاه الى الشمال، وهنبتدي نعمل مهرجانات في بعض الاماكن برضك الاثريه الشهيره والمعابد الشهيره في محافظات الدلتا باذن الله. طبعا مهرجان دندره احنا كنا عملناه قبل كده وكان ناجح جدا وكان حاجه مميزه جدا، وبعدين جت احد كورونا فوقفنا شويه، وبعدين جه السنه دي المحافظ بصراحه طلب ان نتعامل مره ثاني، لان كان حاجه يعني جميله لاهل البلد يعني. فمعالي الوزيره معالي الوزير الدكتور خالد عناني طلبوا ان احنا ننفذ على طول، فنفذنا. والسنه دي كان بصراحه يعني دندره كان حاجه يعني اكثر من رائعه جماهيريا وتنظيميا وكل حاجه، والمحافظه كانت يعني بصراحه يعني بتقدم كل اللي تقدر تعمله علشان خاطر المهرجان يبقى بشكل كويس جدا. هنا في سوهاج نفس الشيء، الناس متحمسه جدا، والمكان يعني مش عايز اقول ساحر، مكان بجد معبد ابيدوس ده مكان جميل جدا، وان شاء الله بعد كده اهوت نروح بقى كل محافظات مصر باذن الله. دكتور، واحنا بنتكلم عن العداله الثقافيه وتحقيق العداله الثقافيه، ويمكن في اماكن تستحق اكتر من غيرها، واماكن ابعد، واماكن كانت محرومه لسنين كتير من مساله الثقافه والفنون ومتعطشين لده. بتختاروا الاماكن على اساس ايه؟ هل في تواصل مثلا مع الجهات التنفيذيه في المحافظات، مع القائمين على مبادره حياه كريمه؟ ازاي بتختاروا الاماكن؟ احنا طبعا حضرتك مشاركين في كل حاجه فيها عداله ثقافيه كدار اوبرا. احنا بيشرفنا ان احنا اشتركنا في المسارح المتنقله اللي بتجوب قرى ومدن مصر، ومشاركين في المبادره الرائعه اللي اطلقها فخامه رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هي حياه كريمه، اللي انا شايف ان دي يعني حاجه يعني بجد حاجه رائعه نفتخر بيها كلنا. بنجوب معاهم في كل المحافظات طبقا للخطط الموضوعه، بنروح القرى وبنروح الاماكن النائيه اللي مطلوب فيها تحقيق عداله ثقافيه بنروحها، وبتبقى طبعا بالتنسيق مع الجهات العليا في وزاره الثقافه او في المحافظات والمسؤولين يعني. طيب، عايز اتكلم مع حضرتك عن دور الفن في الترويج للحضاره المصريه وللاثار المصريه. يعني احنا موجودين دلوقتي في ابيدوس وهي عاصمه مصر الاولى كما قال الخبراء في الاثار في عصر ما قبل الاسرات، فاختيار المكان كان ليه دلاله، ونتكلم عن دور الفن في الترويج لوجهه مصر الحضاريه والثقافيه.
أنا بصراحة من وجهة نظري الشخصية إن دي فكرة عبقرية، فكرة رائعة، لأن لما أطلقها الدكتور خالد زعناني وقال لنا إحنا عايزين نعمل مهرجانات في أبيدوس أو في دندرة، أنا شخصيا من الناس اللي عرفت إن في معبد رائع اسمه دندرة من 3 سنين، لما رحنا وعملنا المهرجان هناك. فدي يعني فكرة بجد، في ناس كتير قوي في مصر ممكن ما تبقاش عارفة ان في معبد اسمه أبيدوس، ان في معبد اسمه دندرة. لا، فكرة جميلة وعرفت ناس كتير جدا جدا بالاماكن اللي بصراحة المصريين المفروض يروحوا كلهم يشوفوها عشان يفتخروا بتاريخهم. فدي طيب، فكرة جميلة بصراحة. عظيم. دكتور مجدي، عايز أسألك عن الأطفال، وأنا عارفة ان وزارة الثقافة مهتمة بالأطفال بشكل كبير، لكن أطفال الصعيد على وجه التحديد يعني اعتقد انهم مشمولين في خطه تحقيق العداله الثقافيه. لو تقولي ابرز ما يتم في محافظات الصعيد فيما يخص الاطفال ويخص موضوع المهرجانات. احنا طبعا الاطفال دولت هم الاساس بالنسبه لنا، هم الهدف الاول بالنسبه لنا. ولما جينا عملنا مهرجان دندره تحديدا، انا اصريت ان يبقى في حد من النجوم اللي بيخاطب الاطفال بشكل عام. فجبنا الفنان السوري طارق العربي طرقان، وهو من اشهر المؤلفين الموسيقيين والمغنيين، لافلام ومسلسلات الكرتون الشهيره جدا. وكان الاقبال مش عايز اقول لحضرتك فوق 7500 واحد، هم معظمهم من الاطفال والبنات، ودي حاجه تفرح بجد. يعني الواحد بجد بيبقى قاعد سعيد بكم العدد الهائل من الاطفال والشباب اللي بيتفرجوا على المهرجانات اللي بتتعمل في الصعيد وفي المحافظات بتاعت الصعيد. عظيم. ردود فعلهم عاملة ازاي يا فندم؟ وازاي احنا كمان بنروج لهذه المهرجانات قبل ما تبتدي عشان الناس تكون عارفة ان في مهرجان عنده؟ احنا طبعا بيبقى في خطة اعلامية وخطة دعائية في المحافظة، اللي بنروحها قبلها بفترة بيبتدي يتم الاعلان والمحافظة بتساعدنا. ردود فعل الناس سعيدة جدا. يعني السنة الاولانية لما رحنا دندرة كان الناس سعيدة، ثاني سنة كل الناس عايزة تساعد، كل الناس عايزة والعدد اختلف يا فندم، كان في زياده في الدوره الثانيه؟ طبعا كتير جدا. الدوره الاولانيه كنا مثلا اول يوم كان في مثلا 4000، الدوره الثانيه اول يوم كان في فوق ال 8000 واحد. فطبعا ده ضعف يعني، والناس اخر يعني مش عايز اقول لحضرتك احترام وتهذيب، حاجه محترمه جدا. ناس بجد الواحد بيبقى فخور بيهم. يعني مش نقول ان هم لا، وثقافه عاليه جدا. يعني كل ما هو جميل تلاقيه حضرتك في اهلنا في الصعيد في الموضوع دوت. يعني في ناس حافظه كل حاجه في الفنون، كل حاجه في للمغنيين، كل حاجه للنجوم اللي بيروحوا، عارفين ايه الحلو وايه الوحش، ويقولوا لا ده كويس وبيطلبوا. يعني انا اتطلب مني ان مثلا في دندره السنه الجايه لو ربنا اذن وعملنا دندره ان نودي لهم عمر خيرت. من ضمن الحاجات اللي اتطلبت من ناس كتير جدا وجمهور كتير جدا واطفال وشباب وكبار. فان شاء الله يعني ربنا يعني خلينا نقدر نلبي كل اللي هم طالبينه ان شاء الله. بكل تاكيد دكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصريه، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده في صباح الخير يا مصر.